تاخرنا. الزايد الحطار من الحطار. يا ابني دي بايز ما تحطهاش، في شكاره اللي بايز ما تحطها فيه. انت طلع ميت ولا ايه؟ والله يا شليف عم يخرب بيتكم. بقول لك يا ساع. كبير لوحده والصغير لوحده. يا ساع. ايه. انا عايز 20 جنيه نجيب بها صابون وزيت. ربنا يعافيك دلوقتي. هلا؟ طب انا عايز نغسل معنا شو بالفايدة. ان شاء الله ربنا يعافيك. في مواعين تنظيف المواعين يا برو. وقف يا بايع هنا انت يا اخوي وقف. يا عم تاخذ انت مالك ومال السيك انت. خلي في حالك. زيد يا شخلوق. يا مرحبا ازيك يا بطل. وانت خلي قلب حالك. قلب حالي ليه؟ خلي من معدول اهو. يا سيدي عشان خاطرين. الدنيا تبقى تمام. ماشي. مين دي؟ شخلوق. هسه الحبيب مرحبا. عامل ايه يا غالي؟ انا ظبطت معاك شكلها كده ولا على لعب ولا ايه؟ ايدي تخاف ايه؟ خلاص مين ده كله؟ ها قصدكم ده بتاعتنا يا شباب؟ تعجب عشرنا هنا حاطين عندي هنا. الله يسلمك. انت شغال فين بالضبط؟ انت عارف والله انت والله انا شغال في كل حال. يعني حتى البيض شغال فيه. لو عندك بيض نستورد بيض انا. والله والله بنستورد بيض. الله يسهل لك. ونصدر برا. معك سلك؟ معايا سلك ومعايا بريل. ورينا ورينا ماشي. ورينا سلك وبريل. ولو عندك قزاز فاضي زيت اي حاجه شغال فيه. انا عم العبس معاك انت لعبه بتكال. وريني معايا فيه. وريني السيك ده. السيك ده لا خمن نظيفه. خمن نظيفه حساء ناعم. ده خشن يا اخويا مش ناعم. خشن نظيف يا بطل. خشن يا اخويا ده. خشن نظيف. انت عايز تطلع كل حاجه فيها. دول بكام؟ والله بالكيلو. انا ببيع بالكيلو. يا اخي بالبركه كده وين بكام ده؟ بالبركه؟ اه ب 25 جنيه. لا ده ما تجيش ربع كيلو انت اشتغل نفسك. تعارك ورد تشير يا جماعه. مش عاجبك؟ مش عاجبك؟ سلام عليكم. لا حلوين. 5 جنيه يا ساعه. طلع النبي. سلام. عايز حاجه ثاني؟ انا عايز البلين. ابريل لهو ننزل بس البضاعه تحت. هنزل بضاعتي بس. انا اخذ البلين ده شكله. خذيه البلين ده. خذيه ابريل دي برضه هي صغيره. البلالين دي انت مالك انت؟ ابريل دي صابون سائل ودي ابريل. لا حلو صابون سائل دي ناخذه. استنى بس شوف انت عايز قد ايه يا حساء. يا عم انا اخذوه. يا ما عليك. سيبكش دعوه. انا عندي فار وعندي عماله كلهم تصبيح. ولا لا لا لا. طب اقول لك على حاجه استنى. انت هتعيد فلوس. ايوه حال. ده مبلغ جام. يا عم بس سيبه. ماشي. خد يا بطل. خد يا بطل. هتعوز صابون سايل؟ اه صابون سايل. صابون سايل بالاسر ولا بالاسر؟ قسما عظما انا ما بجيب غير الحبايب. بص بص شايف شايف الشغل. دي بقى تغسل منه الصح ودي مش دي يقعد اربع ايام ما ينزلش اي ريحه الطعام. طب صلي على النبي. صلي السلام. طب كيف رح تحسب لنا كم مكمل بالله؟ بيرض الله. دول ثلاثه. لا دول 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 العيال مع من حش خلول. دول العيال ما لهمش دعوه يا اخي. تعال يعني والله اكل عيش كله. والله العظيم يا عفنان ما كانش حالي عفناني. سيبني دول كيلو خام. دول شكلي جيت غلط ولا ايه؟ عندك 50 خمسة زي حسان. والله اذا خزنها 25 جنيه ما ينفع. 20 جنيه. لا دي 30 جنيه. دي 80 جنيه ولا 80 جنيه؟ ده انت واخده بص. يا رب العالم 80 جنيه حساء. من المستورد نفسه. من المستورد دي من المستورد من المستورد نفسه ب 80 جنيه. ايه مالك بالمستوردين انت؟ طب انا اشتغلت انا ليا فرع يا ابني. يا عم صل على النبي. احنا بنرضى الله ونكرم بالحلال. اه ونغسل له هدومه دبوش. دول ب 40 جنيه. 40 و 40 و 25 انا بس علي. حسابك 180 جنيه حساء. يا حساء. ب 70 جنيه كله. 180 جنيه يا شبع الاحزاز. لا لا ايه يا شخلو. عيد لما ناخذ سكر العيال يا شخلو. خذ سكر الزهي. دي العيال. دي 90 جنيه. يا عم العيال عيال 90. هات بقى ناخذ ايه؟ ناخذ الباقي بطاطس. لا يا سعد انا ندخل الحاجات دي جو. خذ اخوي العيال عشان خاطر ايه؟ ما ترد علي يا سعد. خذ سليك. دول سليك. دول سليك. والله العظيم يا اخوي. يا ابني ده سليك. خذ اخوي والله بناخذ حاجه. والله العظيم. لا يا شخلون تدخل على خدمه ما توقع الله. سليم. فيها فيه. لا معي فلوس. لا. انا بقول له حنودي حاجتي في البيت يا ساعة. وبالعافيه معاش عايز بطاطس. يا عم ده سليم. معاش عايز بطاطس يا جماعه. خلي غنى متاخ. اركب اركب توقع على الله شو مصلحتك يلا. يا اخي شو اسمه العزم المعاد سرح عندكم هنا خالص ولا عاد اللي فيه خالص. على طول من عندك خالص. ده انت بلطجي صحيح. في بطنه. ما يد نفرق معاه. الدنيا ميتي بقى. ما يد نفرق معاه. وانا خلصني. انا خلصني. اشتغل يا يعني. ما يد نفرق معاه. انا عارف. قبل يا عمدي. كنت في الحمام. الحمام. طبعا بطل مش عليك ولا ايه? اشتغل يا حالي خشوفه فلحنا. يا بريل يا بتاع التوظيف يا بريل.
فوقه فوقه. انا تعامل بيها يا جماعه. تخرب بيت سنينك وانت فاجر كده. بس بص الدنيا هنا عايزه تجي لك كده تعالى هنا كده. طب وتصدق بالله لا إله إلا الله. انت وضك يا عم اكل عيش اكل عيش. اه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اذا سبوتك دي بتخلص امتى؟ والله يعني قدامي كمان ساعه كده والحال لف على النجع كده هو. طب تخلص سبوتك وتطلع على الواد شليط. ما تعزمش علي بالعشاء ولا حاجه. انا مش عازم عليك. انا لاقي ناكل. عازم عليك بعشتين. ما انت عايز ايه؟ تخلص سبوتك وتركن البتاعه بتاعتك ده ايه؟ وتيجي على الواد شليط تاخده وتمشي لساعه. تظبطوا لي العلاقه بينه وبينه، لان المره اللي فاتت ده يوم قلت فرشته على الشقه هو حاسس انه مش مظبوط. مش مظبوط انا ده كان هيضربني دلوقتي. خد مني شويه بضاعه قسما بالله كان هيضربني وضلالي في الحساب. عشان خاطر الحاج سعد ضلالي في الحساب. عشان خاطر انا ما نسمح لكش تقول على نسيبي كده. الا نسيب يا عم ساكر يا عم. انا بص يا شيخ نور احنا اصحاب. قال لك ان تشتم نسيبي وانا واقف. والله ما نسمح لك ابدا يا عم. ما حاسبني حساب ضلالي في ضلالي. وماله يا عم فلوسك عندي. قسما عزما انا حلفت بالله من على رحله هناك. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت تاخذ الواد شليطه وتروح تستسمحه في ان احنا نرجع العلاقه بينه وبين اخته بطه ونمشوا الموضوع وربنا يقويه ونبني له حته اوضه كده ولا حاجه ونجوزه فيه. ما فيش مشكله. عاد تجيله امتى؟ على العصر كده ان شاء الله. انا هنعتمد على الله عليك. خلاص خلاص يا شيخ نور عشان ما تعبش علي. انا والله ما كنت عايز اجيلك. بس انا عارفك انت عايز البيت. بس انا لا خلص لك العلاقه. يعني صرفت نظر انت؟ اه خلاص ما شاء الله يسهل لك. انا في واحد بطل. لا يا ربنا يرزقك وتقول لك كله. اللهم امين اللهم امين. عليكم. ايش ليطه؟ ايوه انت على الكليه. راح ساعه. ايه يا ابني في الاخر كان معك فين؟ الراجل روح حاج ساعه. ليه؟ الشغل ده كله والراجل زهق الصراحه. وين زهق؟ الديناميت عشان روح. انت عايز ميتك؟ اه. اصلي على النبي. عليه السلام. انا هنظبط الحاجه دي ونغطي المفرش وانت روح وانا بعد المغرب علي اصل معاك ودي كوي. بعد المغرب؟ بعد المغرب. انا ما اخش حد. انت عارف انه ناخذ حد؟ لا شغلك بعد ده عرق. الله بيني وبين العرق. صح فك الله يمشي مصلحتك. روح الله يسهل لك حالك. خلاص ماشي. الله يسهل لك حالك. بعد المغرب عنجيلك. ان شاء الله بعد المغرب عنجيلك. ان شاء الله بعد المغرب. طب من بعد هو الاول ندور عليه. ايوه يا ساعه. شوف مني يا بيت العيال الطاجيه كلها. طبعا انا في طبعا انا فيني سيبك منهم. ده شويه مصغره في الدنيا ولا حتى النفر الاجر بتاكل اليومين دول. اللي حاصل تعال تعال تلف نفسك ليه. انا كويس اني لقيتك. انا رايح لك اصلا يا اخي. الحاج سعد مطلع السلاسع. خلينا نطلع من الدور. انا بقالي اكثر من نص ساعه ماشي على رجلي عشان جاي لك. تعال ليه في حاجه ولا خير؟ والله وديت السبوب تحتي خلصتها بياعه ماشي قبل لي ضاحي. هو قال لي انت خلاص المشكله بيني وبين سعد هو عايز نرجع البطه والكلام الماي على كله والوضح. انا اصلا ما بنزلش من هون. بس حلفني بالنبي وانا قلت لك والله نروح له. ليه يا عم؟ ده رجل محترم ورجل مال هدوم على الاقل. حد مين هو؟ هو ضاح. ضاحي اسكت والله ما تعرف حاجه. ضاحي عارفني انا اني كان عيني على بط وقلبي كان متداير يميه. تم ورا بطه لما بعدها عن قلبي. دلوقتي قلبي مش لاقي حاجه. بس هو ذكر. هو ذكر مين؟ انت تحب علي. ما علينا ما علينا. المهم انت عايز ايه دلوقتي؟ انت عارف انا رايح ليه؟ ليه؟ عشان خاطر بس انا وعدته بيني وبين ربيني. ومن انا رايح ياخذ الله انا واخذه. بس المهم نروح له. عمره سعد نقول له لانه كان حصل خلاف لما ايام اللي ما كانش سعد يشوف الشقه بتاعته المره اللي فاتت. انا علمت بالسرد صحيح. علمت بيه؟ علمت بيه. راح لقى الشقه مش ولا بد. براه والله كنا ظابطينها فرشين قش وحصران وكان الدنيا رايقه خالص. يا اخي بحد هو الساق في بس كان فيه بعد خرمه كده. بعد خرمه انا شفت انا الشقه بتاعتي. شفتوه؟ يا حاج شخلول خليها في المهم دلوقتي. انت دلوقتي عايز تمشي لسعد عشان ترجع العلاقه بين ضاحي وبطه. ان شاء الله. أنا مش محبتي في افضاح. انا مش متفائل. بيتك وانت مش متفائل. انا بنحب ضاحي. ايوه راجل مال وهدوم والدنيا 10 على 10 معاه. وراجل بجد عمل واقف. انت تنكسر في قلبك تيجي معايا خلاص. جمل عزم انضربني تحوش عني بس خلاص. طب انا انضرب هنجري وسيبك. انا عايز كلام. لا ذكر حاجه من يومك.